بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي طلاب الصف السادس، إن شاء الله النهاردة أكمل معاكم حل الوحدة التاسعة، الدرس الأول من كتاب قطر الندى بعنوان What is the story؟ What is the story؟ ما هي القصة؟ في عندنا دلوقتي كلمات الدرس الأول: جحا is stories، جحا is stories، قصص جحا. cave cave يعني كهف. sun sun. review مراجعة أو مقال نقدي. character character شخصية في القصة أو في فيلم. differences differences اختلافات. details details تفاصيل. journey journey رحلة طويلة. donkey donkey حمار. seating seating مكان وزمان رواية القصة. the countryside the countryside الريف أو القرية. narrator narrator الراوي اللي هو بيحكي القصة. ending ending نهاية أو خاتمة. main رئيسي. moral moral الدرس الأخلاقي من القصة. عندنا هنا countries countries يعني دول: سودان، ألجيريا للجزائر، موروكو، المغرب. التعبيرات expressions and preposition: is known by معروف ب، have a turn يأخذ دوره، take turns يتبادل الأدوار يتناوب يعني، ride the donkey يركب الحمار، take place يحدث، in fact في الحقيقة، many years ago منذ عدة سنوات، disagree with لا يتفق مع، words and their meanings كلمات ومعانيها. عندنا كلمة character يعني شخصية في فيلم أو قصة أو مسرحية، والناس أو الحيوانات في قصة: the people or animals in a story، والناس أو الحيوانات في القصة. narrator the person who tells the story، الشخص الذي يحكي القصة. seating the time and place where a story happens، الزمان والمكان حيث تحدث القصة فيه. ending the last part of a story، آخر جزء في القصة. moral the lesson you learn from a story، الدرس اللي بتعلمه من القصة. بنيجي دلوقتي reading قراءة، استمع واقرأ ثم تبادل أدوار. هنا مام الأم. what are you doing لاما، ماذا تفعلين يا لاما؟ لاما قالت لها إيه؟ I am writing a review of one of Goha is stories، أنا أكتب مراجعة لإحدى قصص جحا. the one هذه القصة about a man عن رجل who goes to the market الذي يذهب إلى السوق with his son مع ابنه and a donkey وحمار. the seating is in the country المكان والزمان هو الريف. many years ago منذ عدة سنوات. two of the characters اثنين من الشخصيات: the man and his son الرجل وابنه. take turns يعني تبادلوا الأدوار. riding في ركوب the donkey الحمار. because it's a long journey لأن الرحلة طويلة. when the boy rides the donkey عندما ركب الولد الحمار. the people they pass الناس اللي بيمروا سي يقولون he should let his father يجب عليه أن يدع والده رايد هو اللي يركب. when the man rides the donkey وعندما الرجل ركب الحمار. they say يقولون that he should let his son إنه ينبغي عليه أن يترك ابنه ليركب. have a turn يأخذ دوره. then ثم they say قالوا the donkey must be tired يعني الحمار بالتأكيد هو المرهق. so in the ending ولذلك في النهاية of the story they both carry the donkey هما الاثنين حملوا الحمار. هنا ده طبعا بالعربي هتقروه لوحدكم يعني. ماما قالت ايه؟ ها ها بتضحك طبعا. his stories are both funny and clever قصصه مضحكة وذكية. aren't they أليس كذلك؟ لما قالت لها ايه؟ yes you are نعم.
عندك حق. He is a great narrator. إنه راوي عظيم أيضا. I love the details. أحب تفاصيل. He gave. الذي يعطيها أو الذي يقدمها. About the characters. عن الشخصيات. The seating. والمكان. وإيه. And everything that happened. وكل ما يحدث. ماما. So do I. وأنا أيضا. In fact. في الواقع. His stories are popular all over the world. قصصه يعني تحظى بشعبية حول العالم. But he is known, ولكنه معروف by different names, بأسماء مختلفة. For example, مثلا in Sudan, في السودان, he is جوع. يعني جوع. يعني هو برضه هو نفس اسم جوع بس الاسم مختلف. In Algeria, he is جها. And in Morocco, he is جابر. يبقى هنا الأم وأنا أيضا في الواقع تحظى قصصه بشعبية في جميع أنحاء العالم، لكنه معروف بأسماء مختلفة. على سبيل المثال في السودان هو جحا، في الجزائر اسمه جحا، وفي المغرب برضو جحا. لما قالت إيه؟ Are the stories the same in every country؟ هل القصص بتاعته هي نفسها في كل بلد؟ مام الأم قالت لها There are some differences، يوجد بعض الاختلافات. But they all have a moral that Guha wants to teach us. لكنها جميعا لديها أخلاقيات يريد Guha أن يعلمنا إياها. What do you think is the moral of this story? ما رأيك في هذه القصة أو ما المغزى من هذه القصة؟ عندنا لاما بتقول إيه؟ That you can't make everyone happy. أنه لا يمكنك إسعاد كل الناس. الأم I think Guha is right about that. أعتقد أن Guha محق بشكل ذلك. بشكل ذلك. لما تلاقي me too وأنا أيضا. I am happy that I know which story to write about it. So أنا أيضا سعيدة لأنني أعرف أي قصة سأكتب عنها رغم ذلك. في عندنا answer the questions. Why do they carry the donkey? لماذا هم حملوا الحمار؟ طبعا نقول because the people say the donkey must be tired، لأن الناس بتقول إن الحمار ده بالتأكيد tired مرهق. السؤال الثاني What is Guha known by in Morocco؟ Guha معروف باسم إيه في المغرب؟ He is جها. The story review اللي هنا مراجعة القصة بقى. هنا لازم characters الشخصيات اللي هي بقى زمان الرجل وهيز ايه سن. سيتنج اللي هي مكان وزمان القصة. ذا كانتري سايد اللي هي الريف. ميني ييرز اجو منذ سنوات كثيرة. نيريتور الراوي هو مين؟ وجوحة. اندنج النهاية. زمان اند هيز سن بوس كاري ذا دونكي. الرجل وابنه حملوا الحمار. مورال المغزى من او الايه الدرس الاخلاقي من هذه القصة. You can't make everyone happy. إنك لا تستطيع أن تجعل كل الناس سعداء. في تمرين اختار الإجابة الصح. رقم واحد is the time هو الوقت and the place والمكان where a story happens حيث تحدث به القصة. طبعا seating. أما كاركتر الشخصية لأ. narrator الراوي لأ. moral درس أخلاقي لأ. اثنين the note is very green in spring اللي بيبقى أخضر في الربيع طبعا countryside اللي هو الريف. ثلاثة is the person هو الشخص هو tells the story اللي بيحكي القصة طبعا هو narrator الراوي. أربعة the man and the son الرجل وابنه نقط turns riding the donkey تبادلوا الأدوار يبقى take turns تبادلوا الأدوار في ركوب الحمار. Read and complete the text with the words in the box. هنا جايب لي خمس كلمات هنختار منهم ونكمل النص. دونكي حمار، رايد يركب، تايرد مرهق، ووكد ماشي، كايند طيب. On his way to the market في طريقه إلى السوق، جحا رود أ دونكي، جحا ركب حمار، and his son walked، وابنه مشى. People said، الناس قالت، he should lead his son، بتقول إنه ينبغي عليه أن يجعل his son إيه؟ رايد، يبقى دي واحد، يركب، جحا walked، جحا هو اللي مشي.
and his son rode وابنه ركب. People said الناس قالت the impolite boy الواد اللي هو مش مهذب ده should lead his father ride ينبغي عليه أن يجعل أبيه هو اللي يركب. So they both rode the donkey لذلك هما الاثنين ركبوا الحمار. People said that they are not الناس قالوا بأنهم هما الاثنين are not a kind to the donkey ليسهم عاطفين على الحمار. So جوحة and his son ولذلك جوحة وابنه carried the حملوا الايه الحمار دي هتبقى أربعة. At the end يعني في الايه في النهاية. نيجي دلوقتي سؤال رتب مكتوب the same in our country every the story are the stories the same in every country هل القصص دي هي نفس القصص في كل دولة؟ اثنين countryside the is sitting the يبقى the sitting is the countryside يعني المكان وزمان القصة هو الريف. ثلاثة happy you everyone make can't you can't make everyone happy لا تستطيع أن تجعل كل شخص سعيد. أربعة why the man carry his son do the donkey and why do the man and his son carry the donkey لماذا الرجل وابنه حمل الحمار. اقرأ واكتب الشكل الصحيح his story طبعا stories دي جمع خلاص ينفعش is ناخد ايه are both funny and clever. اتنين in the end في النهاية they both كلاهما the donkey طبعا حملوا في الماضي يبقى ايه carried هنا في النهاية زي كاري زي دونك حمل الحمار. ثلاثة زي هنا سي زي دونك قالوا بأن الحمار must must بيأتي بعدها التصريف الأولاني من being هتبقى be tired. أربعة the stories the same in every country طبعا أما تنفعش لأن stories هنا إيه جمع يبقى ناخد are the stories. ضع علامات الترقيم الدبليو بتاع what يبقى what are you doing لاما في كوما والال بتاع لاما في الاخر علامه استفهام. الجي بتاع جوه عشان اول حرف الجمله is known as هنا as يبقى جها in موروكو هنا الجا عشان ده اسم والام بتاع موروكو عشان دي دوله وفي الاخر فلسطو. وبكده احبائي طلاب الصف السادس انتهينا من شرح الدرس الاول من الوحده التاسعه إن شاء الله استنوني في الدرس الثاني النهاردة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.